5 في المجمل. الاهلي كبير قوي، النادي الاهلي فريق عظيم. كابتن محمود الخطيب بيتكلم المدير الفني في ارض الملعب، طبعا كلام حضرتك الاول، وبيتكلم المدير الفني في ارض الملعب، النائب معالي وزير عمري موجود في الملعب. لا لا لا، قصه كبيره قوي. الدكتور مهند، والدكتور مهند مجدي طبعا ادو مجلس موجود كمان، قاعد شايفه كمان. الحقيقه طبعا في البدايه بقول هارد لاك لفريق الاتحاد السكندري، فريق كبير سواء الفريق المرتبط او الفريق الكبير، والمرتبط بتاعهم النهارده عامل مباراه هايله، والفريق بتاعنا بسم الله ما شاء الله، ازاي حد في السن الصغير ده يقدر يعمل الكامباك اللي هم عملوه بالرغم من تفوق فريق الاتحاد في بدايه المباراه. بقول ان الفريق بقياده مديرهم الفني الكوف كابتن احمد الجرحي عنده ثبات انفعالي، وده ثبت في اكتر من لقاء، فبقول هو ده المستقبل اللي بيفرحنا، مش الفوز بالبطولة اكتر، ان احنا بنطمن ان هو ده المستقبل. لما 3 سنين ورا بعض الفريق المرتبط ده بيكسب البطولة، ده بيقول ان باذن الله بنضمن المسيرة بتاعت الفريق ده في المستقبل. بقول الف مبروك لفريق النادي الاهلي. اللي عايز اقول لعب حوالي 18 مباراة في 22 يوم بعد بطولة افريقيا وبداية الدوري المرتبط، 6 مباريات ودورة الحريري ادت الى بعض الاهتزاز وبعض الخسائر، ولكن على طول نهض سريعا، وعشان يوصل فاز على الزمالك وفاز على سبورتنج وفاز على الاتحاد. انا بتكلم على الفريق الاولاني ده، دليل هم دول الكبار، يعني هم دول الكور، الفرق الكبيره بالاضافه لنادي الجزيره. اذا يعني بنقول ان احنا منافسين اقوياء هذا الموسم على كل البطولات، الى جانب اهتمام مجلس اداره النادي الاهلي بهذا الفريق. وصل من 3 ايام ولا نخفي سرا اللاعب الامريكي الثاني اللي هيشارك معانا في بطوله افريقيا جاي، عشان يشارك معانا ابتداء في القرعه هتبقى يوم 27. ما استنيناش الراجل في التمرين بتاعه في اخر 2 3 بسم الله ما شاء الله، يعني صفقه رائعه. وده بيعكس اهتمام النادي الاهلي اللي تقدم بتنظيم التصفيات اللي جايه، وايضا لو ربنا كرمنا وصلنا النهائي هنتقدم باذن الله عشان ننظم نهائيات البطوله. اسمع الاخبار الحلوه دي، مليون مبروك كابتن. الله يبارك في حضرتك، ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي. مليون مبروك. مستمرين مشاهدي قناه الاهلي، ما اجملها فرحه، الليله ليلتك يا اهلي.